كابتن عادل، الف مبروك. لوحه جميله رسمها جمهور النادي الاهلي النهارده في مباراه اليوم، وتوجد بثلاثيه رائعه من لاعبي النادي الاهلي في مرمى مازيمبي. كابتن، النادي الاهلي النهارده جمهوره هو رقم واحد. صحيح. شفت انت الملعب عامل ازاي؟ يحرك الحجر، دي واحد. الحاجه الثانيه المهمه كمان الجمهور اللي خلف الشاشات، كل جمهور الاهلي خلف الشاشات برضه. انت عندك جمهور عظيم بيدعي كله، بيدفع بيدفع اللعيبه دفع قوي جدا. الحاجه الثانيه المهمه، انت بتقول الخامس مره على التوالي يا كابتن ايمن. صحيح. صح. انت بتتكلم في ريال مدريد امتى؟ سنه 1956. في ظل تطور الكره في الوقت الحالي، احنا مش بنعمل مقارنه ولا بنقول مين احسن ولا مين، بس انا بعمل مقارنه في المكسبين. أي. انت بتتكلم في عصر لسه الكره ما اتطورتش، حتى لو كان ريال مدريد بيلعب فرق في اوروبا قويه، ولكن الكره ما كانش حديثه. لكن في الكره الحديثه في الوقت، في ظل مؤسسات الانديه كلها، في ظل الفلوس اللي بتتصرف على جميع الانديه، كونك انك توصل خمس مرات فاينل قاره، فانت قوي جدا في الايام دي. انت فاهمني؟ النادي الاهلي عنده باع في افريقيا، ممكن تكون مش موفق في مباريات فنيا شويه، لكن بتعرف تكسب. صحيح. وده المهم، الفرق الكبيره كده بالظبط تعرف تكسب، وتكسب من اقرب واكثر الطرق، حتى لو انت مش افضل حالاتك، حتى لو انت مش افضل حالاتك. ما هو كره القدم يا كابتن منظومه كامله متكامله. يعني انت لما تتكلم على اداره زائد اداره كوره، على جمهور زي النادي الاهلي، على امكانيات فرقه، زي قلت لك انا، يمكن الصبر، الصبر ودي مهمه جدا، الصبر على كل الاجهزه الفنيه اللي بتيجي من الاول للاخر، وبتتسند السنده الكبيره اللي بيسندها لها الاداره، تخرج من المدرب افضل واحسن ما عنده. رغم ان لو في تحفظ حتى على 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 بعض المدربين، بيبقى في تحفظ اكيد، وبيبقى في ناس كتير من الـ من الـ من الجمهور مش راضي عن طريقه لاي مدرب في اي نادي في الدنيا، ولكن انت بتتكلم على الحنكه والفكر بتاع النادي، اللي هو يصبر على المدربين ويديهم دفع ويديهم قوه ويخليهم هم اصحاب الكلمه الاول والاخير. ولكن في الاخر انت بتتكلم على بطوله انت متمرس فيها، ولكن الماتش اللي جاي هيبقى فيه ماتش فيه صعوبه كبيره جدا. معلش يعني نفرح وكل حاجه، لكن خلاص انا من وجهه نظري انت فرحت انك وصلت للنهائي، فده مش انجاز بالنسبه لك، عشان بس تبقى عارف. يعني انت وصلت قبل كده، الكل منتظر منك كسبان 11 بطوله وانت منتظر ال 12. صح. كلنا منتظرين البطوله رقم 12. ليه؟ لانك قادر وتقدر تعملها، يعني انك انت تقدر تاخد البطوله رقم 12، وبالاخص ان المباراه الاولانيه خارج ملعبك والمباراه الثانيه داخل ملعبك. لكن في الاخر انا بتكلم بقول مبروك لرجاله النادي الاهلي النهارده، بغض النظر عن اي شيء، فهم صحيح. كانوا رجاله، بغض النظر عن اخطاء، كانوا كلهم رجاله، ومبروك عليهم وصولهم للفاينل. صحيح.